السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله يا جماعة النهاردة هناخد مع بعض كده السكشن بتاع السويمنج بول. دايما بس احب اقول للناس ان ده تقريبا اخر سكشن انا هسجله في رابعة، فمبدئيا رمضان كريم، واتمنى يعني الكلام ده كنت اتمنى ان احنا نقوله مع بعض في السكاشن بس ما فيش فرصة. اتمنى الناس ربنا يوفقها كده ان شاء الله، والموضوع ده يعدي على خير الناس تتوفق كلها في حياتها العملية بعد كده بإذن الله. يعني طبعا في سكاشن في الدفعة دي يمكن أنا درست لها كتير قوي ولها عندي معزة خاصة بصراحة جدا يعني، وفي سكاشن يمكن أنا ما دخلتش عندهم خالص، وطبعا في ناس برضو في الدفعة دي يمكن زعلوا مني في حاجات يمكن كنا نقصدها أو ما نقصدهاش. فأتمنى لو حد كان زعلان مني في حاجة يعني يسامحني، وطبعا الدفعة دي بالذات كان لها معزة خاصة جدا عندي يعني، وسكاشن معينة فيها هي اللي كان يعني يعتبر العلاقة بيني وبينهم كويسة جدا لحد آخر لحظة، بس الظروف اللي حصلت دي بقى اللي هي منعت المقابلة في الآخر بيننا وبين بعض. فأتمنى للناس التوفيق، وأتمنى لو حد كان زعلان مني في حاجة ولا كده يسامحني يعني، وإحنا في شهر مبارك وبالتوفيق إن شاء الله في حياتكم العملية، وإن شاء الله الظروف دي تعدي على خير، وإن شاء الله تتخرجوا على خير تكون زمايلنا قريبا باذن الله. نبدا بقى مع بعض السكشن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا ان شاء الله النهارده مع بعض كده هناخد السويمنج بول او حمام السباحه. ايه فكره السويمنج بول؟ فكره السويمنج بول كده ببساطه ان انا بتكلم في حاجه اندر جراوند تانك. يعني ايه اندر جراوند تانك؟ خزان مدفون في التربه. اول ما تسمع كلمه حاجه مدفونه في التربه يجي في دماغي على طول تلقائيا كده حالات تحميل. عشان كده الخزان اللي هو بتاع حمام السباحة او حمام السباحة ده بيمر بحالات تحميل، ثلاث حالات تحميل، حاجة اسمها cases of loading. اول حالة كده بسم الله الرحمن الرحيم just after construction، زي الشكل اللي قدامك ده. يعني ايه هندسة؟ انا دلوقتي لما باجي انشئ الخزان ده ببقى عامل سند الجوانب الحفر وبعتها عن الخزان بتاعي عشان اقدر انفذ الخزان بتاعي واعمل الشدة بتاعتي. وفي خلال اللحظة دي ببدأ بعد ما اخلص الخزان ونفذه بالكامل لازم اعمل اختبار للخزان بتاعي عشان اتأكد انه مش هيحصل تسريب مية فيه، وعشان لو حصل لا قدر الله تسريب مية ولا حاجة نقدر نحقن الشروخ بتاعتنا ونعالجها. فمعنى كده ان الخزان بتاعي ده بيأثر عليه ايه؟ بيأثر عليه مية من جوه بس. طب التربة من بره بتأثر عليه؟ لا، انت لسه ما ردمتش عشان تشوف المشاكل بتاعتك وتقدر تحلها. ادي حالة، دي الحالة هتحصل وانا بنشي بعد ما انشئ الخزان مباشرة وانا بجربه لمدة 7 ايام تقريبا. بعد كده الخزان بتاعي مش هيشوف الحالة دي في حياته، بس هي حالة تحميل لازم اصمم عليها. الحالة التانية في مرحلة الصيانة، بعد ما الخزان اشتغل وكلام من ده بنبدأ نصين الخزان. في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنفرغ المية اللي جوه الخزان. طب في الحالة دي ايه اللي هيأثر عندك بقى؟ ضغط التربة من بره هو اللي هيأثر عندك. وفي الحالة دي التربة من بره هي اللي بتزق الحيطة بتاعت الخزان، فبنقول ساعتها ان ضغط التربة عبارة عن active pressure. لو انت فاكر الactive pressure ده كان عبارة عن الكي active مضروب في الجاما سوير في الاتش. ساعتها في الحالة دي لازم ناخد الحالة دي معانا في الاعتبار. ولو انت خدت بالك هنلاقي حالة just after construction عكس حالة الصيانة. ليه؟ هنا الحمل في حالة after construction بعد الانشاء مباشرة من جوه لبرة، فبالتالي العزم داخلي. اما دي الحمل في حالة الصيانة، الحمل من برة لجوه فالعزم خارجي، فدي بتجيب عزم من اتجاه ودي بتجيب عزم من اتجاه. فمعنى كده ان التسليح بتاعي في الخزان ده هيبقى داخلي وخارجي، ده من حالة وده من حالة. الحالة الاخيرة بقى دي حالة التشغيل. يعني وانا بشغل الخزان بتاع هندسة ايه اللي حاصل عندي؟ ضغط المية بيأثر من جوه، التربة بتأثر من بره، ودي خد بالك حالة غير مؤثرة في التصميم نهائيا. ليه؟ لان هنا بيأثر عزم من اليمين وبيأثر عزم من الشمال، او حمل من اليمين وحمل من الشمال، فبيلاشوا بعض، فبالتالي تأثير العزمين دول قليل جدا وبيتلاشوا مع بعض. تمام؟ يبقى انا دلوقتي حمامات السباحه او اي خزان اندر جراوند لازم اخد فيه ثلاث حالات تحميل: just after construction, during maintenance, during operation. جميل. شكل حمام السباحه ده، حمام السباحه بتاعنا ده ممكن ياخد ايه؟ لا، حمام السباحه ممكن ياخد اشكال كتير زي ما انت شايف: مستطيل، مربع، دائري. الخزان المشهور على شكل كليه اللي هو دايما
بيكون في الفلل وفي الحاجات دي. طب انا هنعرف اصمم خزان على شكل كلي او دائري؟ حمام السباحة هو من اسهل انواع الخزانات في التصميم. ليه بقى؟ لانه خزان مرتكز على التربة. لو انت خدت بالك في الشكل اللي قدامك ده هتلاقي حمام السباحة لما انا خدت فيه قطاع رأس كده في جزء في الاول اهو، الجزء ده هو اللي سمكه كبير، بعد كده الجزء اللي بعده خدت انت سمكه 20 سنتي. بص، الجزء اللي بيأثر بحمام السباحة هو الجزء اللي انا معلم لك عليه بالاحمر في الاول ده فقط. الجزء ده بيتصمم كأنه ريتيننج وول زي ما خدناه في الاساسات بالظبط. بنبدأ نعمل عليه تشيك ستريسز وبنبدأ نصممه زي ما خدنا في الاساسات تماما. امال الجزء اللي في جوه ده هندسة، ده سلاب اون جريد. يعني ايه سلاب اون جريد؟ يعني عندك وزن المية من فوق بيساوي رد فعل التربة من تحت، فبيلاشوا بعض، فالعزوم عليه تقريبا بصفر. فالجزء اللي بيتأثر عندك بالعزوم هو الجزء اللي في الاول ده، بطول من 6 × 1.2 الاتش اللي هو الجزء اللي في الاول ده بس. جميل كده يا جماعة، من 6 × 1.2. تمام كده يا جماعة، واحنا بناخد دايما رقم متوسط 8، بناخد الرقم دايما ده 8. والسمك بتاعنا بقى اللي احنا بنستخدمه في الحالة دي التي ده بناخده كام؟ بناخده نسبة من ارتفاع الخزان، بناخده 12% من الاتش اللي هو ارتفاع الخزان. والجزء ده بيتصمم كأنه ريتيننج وول بالظبط. نصممه ازاي ده؟ تعال نخش اهو في الديزاين ستيبس على طول كده. اول حاجه الكونكريت دايمنشن زي ما انت لسه شايفها حالا اهي، وهنعوض فيها مع بعض في المساله كمان حبه. رقم 2، نعمل تشيك على البيرنج كباستي عشان اتاكد هي التربه تقدر تشيل الحيطه السنده بتاعه اللي شغاله في خزان حمام السباحه دي ولا لا. طب لما اجي اعمل تشيك بيرنج كباستي نتيجه الثلاث حالات، جاست افتر كونستراكشن، اثناء الصيانه، اثناء تشغيل الخزان. نفسي بعد ما اعمل تشيك على البيرنج كاباستي واتاكد ان البيرنج كاباستي سيف والكلام ده كله، اروح احسب الاسترينينج اكشن اللي هم حاجتين زي ما احنا عارفين، نورمال فورس دياجرام، بندنج مومنت دياجرام، برضو نتيجه الثلاث حالات، بعد الانشاء مباشره، اثناء الصيانه، اثناء التشغيل. بعد ما احسب الاسترينينج اكشن اروح اعمل تشيك على الاستريسز واعمل ديزاين القطاعات الحرجه بتاعتي، وفي الاخر ارسم تفاصيل التسليح. هم دول الخمس خطوات اللي انا همشي ايه عليهم. نشوف كده مثال مع بعض. مدينا مثال اهو، بيقول لك فور ذا شون سيركولار سويمنج بول. قال لي سيركولار، قال لي ريكتانجولار، قال لي سكوير، احنا قلنا بقى مش هتفرق، لان كده كده هناخد الجزء الاول اللي هو داير ما يدور مع الخزان، داير ما يدور مع الخزان كده، هو ده اللي هنشغله معاه وخلاص. تمام، فور ذا شون سيركولار سويمنج بول وذ ديامتر 20 متر، مطلوب منك اول حاجه لكل حالات التحميل اعمل كومبليت ديزاين. طالما قال لي كومبليت ديزاين يبقى انا هعمل كل حاجه. يبقى انا هعمل ايه؟ هحسب كونكريت دايمنشن، هعمل تشيك ستريس، هصمم هعمل بعد كده ستريننج اكشن، واصمم القطاعات الحرجه. جميل. رقم 2، تشيك سيفتي اجينست ابليفت. وبعد كده لو طلع الابليفت بتاعك ده ان سيف يبقى قول لنا نعمل ايه. دي هنقول عليها بس في الاخر خالص. اخر حاجه ابقى ارسم لنا والله تفاصيل التسليح بتاعتك. جميل. هو مدينا خزان اهو، خزان دائري قطره 20 متر، ارتفاع الخزان 3 متر. شايف انت سالب واحد، العلامه اللي عندك اللي هي سالب واحد ده هو ده منسوب الميه الجوفيه، يعني الميه الجوفيه بتاثر في ارتفاع الخزان من تحت بارتفاع كام؟ 2 متر. وخلي الحته دي معاك هنعرفها في الاخر. اول حاجه كده تعالى نتكلم في الكونكريت دايمنشن. اهو الخزان بتاعنا ارتفاعه 3 متر، زي ما قلت لك هناخد السمك بتاعنا كله مينيمم 2 بالنسبه للبلاطه الداخليه، بالنسبه للحيطه بتاعت الخزان، عشان احنا عارفين ان القطاع حرج بيبقى على وش الخزان من تحت كده، فزودنا السمك هنا وعملنا هونش، خدنا المنطقه بتاعت الريتيننج وول قاعده بتاعتك كلها ارتفاعها تي. الطول بتاعه زي ما انت شايف 6 × 1.2، زي ما قلت لك هناخد 8 الاتش اللي هو 8 × 3 × 2.40 زي ما انت شايف. بعد كده السمك تي، وبناخد طوق من بره زي ما انت شايف كده عشان نزود المساحه بتاعت الريتيننج وول حبه. طيب التي ده ناخده كام؟ زي ما انا قلت لك من حبه التي المفروض ناخده 12% الاتش، او المفروض نتيجه العزم 50 جذر الاموركنج، بس عشان انا لسه ما حسبتش ستريننج اكشن فهنعتمد على 12% الاتش. 12% في 3000 اللي هو تقريبا بيساوي 360 مللي، هنقربها لاقرب 100 مللي او 50 مللي بزياده، يبقى احنا هناخد الجزء ده ب 400 مللي. ده اول خطوه. الخطوه رقم 2، عايزين نعمل تشيك على البيرنج كاباستي.
جميل. في حاله ايه؟ جاست افتر كونستراكشن. ممتاز هندسه. طيب نتعامل مع الكلام ده ازاي؟ قال لك تعالوا لو احنا خدنا الخزان بتاعنا هناخد فيه شريحه 1 متر، لما ناخد شريحه 1 متر هنلاقي عرضها 1 متر طولها 3. جبت منين؟ ما هو 12 من 100 اتش ب 2 و 2.4، بعد كده عندنا 4 من 10، عندنا طول 2 من 10، عندنا الحيطه بتاعتنا سمكها 2 من 10، وعندنا الجزء بتاع الهنش اللي بره. ايه الاوزان اللي موجوده عندنا بقى؟ قال لك عندك الوزن الاولاني رقم 1 ده هو وزن الحيطه، رقم 2 وزن الهنش، رقم 3 وزن الارضيه، رقم 4 وزن مين؟ الميه. وعندنا ضغط افقي نتيجه الميه، الميه عندك بتاثر جاما ووتر في اتش ووتر اللي هو عباره عن 30، لما احنا ناخد نص في 30 في 3 يبقى 45. انا عايز اعمل تشيك على البيرنج كاباسيتي. لو انت فاكر كنا بنعمل الحركه دي، لو انت فاكر في الاساسات الوزن ذراع العزم نجيب المومنت. اول حاجه الوزن ده بواحد، اي وزن في الدنيا عباره عن ايه؟ كثافه في الحجم، تمام. بس احنا هنفرض حاجه، هنفرض ان العزم مع الساعه بالموجب، يبقى اي حاجه عكس الساعه هتتاخد بين بالسالب. طب هو مع الساعه وعكس الساعه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لسنتر لاين القاعده بتاعتك اللي هو بيأثر فيها دبليو 3 اللي هي على مسافة 1.5، تمام كده؟ جميل هندسة. أول وزن عندنا هو وزن الحائط بتاعنا عبارة عن كثافة في الحجم، كثافة الخرسانة 25، العرض 2 من 10 والارتفاع 3، والكلام ده ضمنيا مضروب في 1 متر لأن احنا واخدين شريحة 1 متر. حمل ده 15، ذراع العزم بتاعه لو أنا حسبت من سنتر لحد سنتر لاين القاعدة لأي 1 متر يبقى يجيب لي مومنت 15. الحمل بتاع دبليو 2 هنجيب الكثافه في الحجم برضو، واحنا دايما هنقول الكثافه في المساحه على اساس ان الايه الضلع البعد الثالث هو 1 متر دايما نتيجه ستريب 1 متر. فهقول له عباره عن 25 نص نص عشان تجيب المساحه نص القاعده في الارتفاع، يبقى نص في 1 في 2 من 10 يطلع 2.5، ذراع العزم 1.17 من 100 يجيب العزم 2.9 من 10. بعد كده دبليو 3 اللي هو وزن الارضيه عباره عن 25 في 4 من 10 في 3 ب 30، ذراع العزم في الحاله دي بصفر فيجيب لي مومنت بصفر طبعا لانه هو بيأثر في السنتر لاين بالظبط. اخر حاجه فاضل عندنا دبليو 4 بس ده ميه، فعشان كده الكثافه المره دي عباره عن 10، البعد بتاعك 2.4 من 10 في الارتفاع 3 متر يبقى 72، بس المره دي دبليو 4 على شمال دبليو 3 فهي لما تلف هتلف عكس الساعة، عشان كده لما خدت ذراع العزم بتاعها خدته بسالب 3 من 10 زي ما انت خدت بالك، هتلاقي المومنت ساعتها بسالب 21.6 من 10. دول الأربع أوزان عندنا. بس ما تنساش بقى حاجة، ضغط المية عندك هيجيب عزم بس ما يجيبش حمل رأسي. هيجيب عزم لأن المية بتأثر عمودية على كل الأسطح، فهتأثر رأسي وهتأثر أفقي بمثلث زي ما انت شايف كده. فهناخد البي في الاتش، البي اللي هو جاي من نص في 30 في 3 اللي هو 45 مضروب في الارتفاع بتاعه 1 متر لحد وش القاعده، عشان تجيب لحد وش لحد الاساسات من تحت يبقى انت معاك كمان 4 من 10، يبقى ارتفاع 1.4 من 10 يجيب لك 63 وبيلف مع الساعه بالموجب. يبقى لو انا عايز اجيب المحصله بتاعتي، محصله الاحمال لما اجمع الاحمال دي كلها مع بعضها تطلع 119.5، العزوم المحصله بتاعتها 59.3 من 10، وطالما بالموجب يبقى بتلف مع الساعه. اخد الكلام ده واروح بقى اشك على البيرنج كاباستي اهو، الاقي عندي ان النورمال فورس ب 119.5، المومنت بيلف مع الساعه ب 59.3 من 10. نروح نحسب البروبرتيز بتاعتك عشان نعمل تشيك ستريسز. محتاجين حاجتين، الاريا والزد. الاريا بتساوي البي في التي 1 في 3 في 3، الزد بتساوي بي في التي تربيع على الستة، يبقى 1 في 3 تربيع على الستة ب 1.5. اقوم بعد كده احسب الاستريسز بتاعتي. لو انت فاكر كنا بنقول الاستريسز بتساوي سالب ان على ايه؟ موجب وسالب ام على زد. سالب ان على الاريا اللي هو النورمال فورس اللي هو 119.5 على 3 ناقص 59.3 من 10 على 1.5، ناخد الكبير بتاعنا عشان يجيب الضغط، يطلع سالب 79.37 من 100، اقل من البيرنج كاباسيتي اللي كان مدانا في اول المساله 150، تبقى سيف. لما نروح نحسب في الاتجاه الثاني يطلع سالب 29 من 100، طالما هو ما طلعش تنشن يبقى برضه سيف. يبقى انا كده الاستريسز عندي نتيجه بعد الانشاء مباشره سيف وزي الفل، واحنا ما عندناش فيها مشكله. اللي احنا عملناه في الحاله دي هنروح نعمله في الحاله الثانيه.
during maintenance يعني اثناء مرحله الصيانه. في خلال مرحله الصيانه بيبقى عندنا الضغط جاي من التربه من بره كده ونتيجه الاوزان المرضيه انت ما عندكش ميه، فانت عندك دبي واحد نتيجه وزن الحيطه زي زمان بالظبط، دبي 2 الهونشه، دبي 3 وزن القعده، بس عندك في المنطقه دي انت ندمت، فالمنطقه بتاعه الطوب دي بيبقى محطوط عليها تراب، فعليها وزن التراب، غير ان التربه نفسها بتاثر بضغط من جوه لبره قيمته الاي بريشر. الاي بريشر ده لو احنا فاكرين كنا بنقول جاما سويل في الاتش سويل في الكي اكتيف. الكي اكتيف ده نحسبه ازاي؟ لو انت فاكر كنا بنقول الكي اكتيف 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، والفاي لو هو ما قلناش عليها في المساله بناخدها بكام؟ ب 30. تمام. طيب الايرس بريشر في الحاله دي بتساوي كام؟ بتساوي هندسه كي اكتيف في جاما سويل مضروبه في الارتفاع بتاعنا، الارتفاع 3 ومعاك 4 من 10 تحت يبقى 3 و4 من 10، وجاما سويل طالما ما قلناش عليها يبقى 18، الكي اكتيف بتطلع بتلت غالبا مع الفاي ب 30، يبقى 18 في تلت في 3 و4 من 10 يبقى الاي بريشر تحت ب 20 و4 من 10. بناء على الكلام ده ارجع اعمل نفس الكلام بتاع المره اللي فاتت، هفرض ان العزم مع الساعه بالموجب، ولو انا مكانك اول 3 احمال دول انا عارفهم من المره اللي فاتت، الوزن بتاعهم وزراع العزم والمومنت، زي انا جايبهم من الحاله الاولى اللي هي بعد الانشاء مباشره بنفس القيم وبنفس الشكل وبنفس كل حاجه. اللي هيضيف عند المره دي هو مين؟ دبليو 5 ودبليو 6 ودبليو 7. مبدئيا بالنسبه لدبليو 5 اللي هو عباره عن ايه؟ المثلث اللي فوق اللي فوق الهونش ده عباره عن ايه؟ جاما سويل اللي هو 18 مضروب في مساحته نص في 2 من 10 في 1 يبقى 1.8 من 10، بس المره دي الزراع هيزيد حبه 1.32 من 100 يجيب لي عزم مع الساعه 2.2 من 10. بعد كده بالنسبه لدبليو 6 نص اللي هو 18 في العرض 2 من 10 في الارتفاع اللي هو الجزء اللي 2 متر يبقى 7.2 من 10، زراع العزم بتاعك 1.2 من 10 يبقى يجيب لي عزم 8.6 من 10. اخر حاجه دبليو 7 اللي هو الجزء اللي فوق الطوب مباشره عباره عن 18 في 2 من 10 في 3 ب 10.8 من 10، زراع العزم 1.4 من 10 يجيب لي عزم 15.1 من 10، وكله بيلف مع الساعه فكله موجب. الحاجة الوحيدة اللي بتسالب واللي انت ما تنسهاش اللي هو القوة نتيجة ضغط التربة. القوة دي هتيجي نتيجة نص مساء نص الإجهاد في الارتفاع، يعني نص في 20.4 من 10 مضروب في الارتفاع بتاعك اللي هو 3.4 من 10، فانت هتقول البي في اتش نص في 20.4 من 10 في 3.4 من 10 في الارتفاع بتاعك اللي هو تلت القعدة اللي هو سالب لانه بيلف عكس الساعة، يبقى سالب 3.4 من 10 على 3 يجيب لك سالب 39.3 من 10، زي ما عملت المرة اللي فاتت بالظبط. اجمع النورمال فورس واجمع المومنت، يبقى النورمال فورس لو انا رحت جمعته هلاقي العزم بيلف مع الساعة قيمته ب 4.5، النورمال فورس مجموعهم 67.3 من 10 زي المرة اللي فاتت بالظبط. اروح اعمل تشيك ستريسز، البروبرتيز اوف اريا هي نفس المرة اللي فاتت بالظبط، بس لما اجي اعمل تشيك ستريس المرة دي النورمال فورس قل والمومنت قل، فابدا احسب منهم تشيك ستريسز الاقي ان الاجهادات المرة دي بسالب 25.5 وسالب 19.5. معنى كده ان الحالة الاخطر في الاستريسز هي الحالة الاولى بعد الانشاء مباشرة. حتى الان نخش على الحالة الأخيرة، طبعا أنا مش هعيد فيها نفس الكلام، في الحالة دي هتجمع كل الأحمال وكل الضغط الكلام ده كله وتضيفه عندك من أول دبليو 1 لحد دبليو 7، وهتدخل القوة نتيجة ضغط المية ونتيجة ضغط التربة، هيطلع عندك الاستريسز في الآخر قيمته سالب 77.1 من 10 وسالب 15.1 من 10، بس الأرقام بس محطوطة مكان بعض معلش، فيعتبر إن الأخطر عندك هي الحالة الأولى لأنها اللي كانت ممكن تجيب لي تنشن، هي اللي بتجيب لي إجهادات أكبر. فعشان كده لو إحنا في الامتحان والوقت زنق معاك وما قدرتش تعمل الثلاث حالات، يبقى الأخطر بالنسبة لك واللي أنت تصمم عليه واللي أنت تعمل تشيك ستريسز عليه هي الحالة الأولى بعد الإنشاء مباشرة. تمام؟ طبعا لو أنت معاك وقت في الامتحان، والصح طبعا إن أنت تعمل الثلاث حالات. جميل كده يا جماعة؟ زي الفل. كده أنا عملت تشيك على البيرنج كاباستي زي الفل. يبقى انا كده جاهز اعمل هندسه، ابدا احسب الاسترينينج اكشن. الحاله الاولى بعد الانشاء مباشره، اقول لك تعالى كده بص كده هندسه، احنا هناخد القطاع الحرج على الوش بتاع الحيطه بتاعتي،
فانا هاخد القطاع الحرج هنا على الوش من هنا اهو وعلى الوش من هنا كده. يبقى الاول كده الميه بتجيب حمل 45 على ارتفاع 1 متر يبقى تجيب له عزم 45 على الوش من هنا كده. ابدا من الاسترسز بتاعتي اجيب بالتشابه الاسترس اللي هنا يطلع 63.5 اقسمه لمثلث ومستطيل. المستطيل تركيزه عبارة عن 63.55 من 106.10 يجيب لي تركيز 38.31 من 100 على بعد 3.10. والمثلث اللي تحت ده نص القاعدة في الارتفاع يجيب لي 4.7 على مسافة 4.10 او ما اجيب العزم منهم 38.13 من 100 في 3.10 زائد 4.7 في 4.10 يجيب لي عزم من تحت اهو قيمته 13.3 والميه من فوق جايبالي 45. يبقى من اتزان الجوينت اجيب الضلع الثالث اللي هو ده كده قيمته 31.7. ده البيندنج مومنت. طب النورمال فورس ما تنساش ان انت واخد الجزء اللي على اليمين في الناحيه الثانيه في اخر الخزان خالص نفس المثلث ده بيأثر الناحيه الثانيه. فعشان كده لو انا حطيت ايدي في قلب الخزان كده هلاقي ان الميه بتشد في ايدي فبتجيب تنشن فورس قيمته 45 كيلو نيوتن. يبقى لو انا عايز اصمم بالنسبه لي القطاع الحرج اللي انا ممكن اصممه وامشي التسليح بتاعه في الجوينت بتاعتي دي اخد القطاع الرأسي ده اللي عليه تنشن فورس 45 واللي عليه عزم قيمته 31.7. ولو انت عايز تصمم قطاع تاني ممكن تصمم قطاع في الوول اللي عليه مومنت 45 بس اكيد القطاع اللي في الفلور او في الارضيه بتاعت الخزان هو اللي هيديني تسليح اكبر. تمام. اللي عملته في الحاله دي اروح اعمله في الحاله الثانيه حاله الصيانه. في حاله الصيانه اروح برضو اجيب الضغط. بس خد بالك بقى ضغط التربه المره دي انا خدته على الوش بتاع القعده فكان زمان 20.4 لو انت خدته بالتشابه 18 او لو انت خدت التلت في 18 في ارتفاع 3 يبقى التلت يروح مع 3 يبقى 18 او ما ركزوا نص في 18 في 3 يجيب لي 27 ده بيأثر من بره لجوه. يبقى العزم اللي هيجيبه 27 في 1 ب 27 ولما تحط ايدك جوه الخزان هتلاقي ده بيأثر من بره لجوه. يبقى المره دي بيجيب نورمال فورس ايه كومبريشن. يبقى بيأثر عندك بكومبريشن من بره لجوه. تمام كده يا جماعه. ونفس الكلام من التشيك ستريسز بتاعه اللي احنا كنا عاملينها هنبدا نركز الجزء بتاع 6.10 بالتشابه ونجيب الاستريس 24.7 و27 من 100 نركزه 24.27 من 100 في 6.10 اللي هو 14.56 من 100. بعد كده الجزء المثلث 37 من 100 يقوم يجيب لي عزم 14.56 من 100 في 3.10 زائد 37 في 4.10 يجيب لي عزم 4.52 من 100. وعندك كمان العزم اللي هو 27 بيلف مع بعض يبقى الطلع الثالث بيلف عكسهم وقيمته 31.52 من 100. واكيد لو انت عايز تصمم قطاع حرج هنا المره دي هتصمم القطاع اللي في مين اللي في الوول صح لان عندك النورمال فورس المره دي كومبريشن بتقلل الاستريسز. نفس الكلام الحاله الاخيره اثناء التشغيل بس المره دي هيبقى معاك الضغط نتيجه الاثنين مره واحد مع بعض 45 و27 بيلف عكس بعض يبقى ال 18 هي اللي هتاثر من جوه لبره زيها زي الحاله الاولى بالظبط. هتجيب لك تنشن فورس ب 18 وهتجيب لك عزم ب 18. تركيز الجزء اللي تحت هيبدا يجيب لي العزوم اللي عندي. ابدا احسب العزوم يطلع 16.2. ابدا اعمل اتزان للجوين يطلع فرق العزم بتاعك ساعتها بكام ب1.8 ويبقى انا كده عملت حسبت الاسترينينج. ابدا اروح بقى اعمل التشيك ستريسز وديزاين. هنصمم على القطاع بتاع الحاله الاولى على ام وركينج وتي وركينج. انت عارف التصميم والتي فلور طبعا ب 400 من الاول. لو انت عايز تعمل التشيك عليه تعمل تشيك ستريس وبعد كده تعمل ديزاين. اول حاجه هتروح تحسب الاف اكتوال يطلع 1.29 من 100 تي فيرجوال تجيب الايتا اف سي تي ار على الايتا يطلع 2.14 من 100. واعتقد الكلام ده بقى سهل بالنسبه لكل الناس. بعد كده هتروح تصممها هتلاقي بطريقه ام التيميت اس ابروتش بنفس الكلام اللي احنا عارفينه كله يطلع في الاخر التسليح بتاعنا 6 فاي 12 على المتر الطولي. اقوم اخد القطع ده في الحيطه وابدا ارسم له تفاصيل التسليح. لما ابدا ارسم بقى تفاصيل التسليح هاخد القطاع بتاعي سهل خالص اهو. هتلاقي عندك تسليح اللي بالازرق وتسليح اللي بالاحمر ده اللي انت عارفه. التسليح اللي بالاحمر ده جاي من انهي حاله بقى؟
التسليح اللي بالاحمر جاي من حاله الصيانه، اما التسليح اللي بالازرق ده جاي من حاله بعد الانشاء مباشره. ولو انت خدت بالك هما كله تسليح مينيمم 6 فاي 12 على المتر الطولي، بس لو انت خدت بالك التسليح اللي في الجزء بتاع الاستاد كونكريت 6 فاي 10 على المتر الطولي توب وبوتوم، لان ما عليهاش اي ستريننج اكشن زي الفل كده. فاحنا كده خلصنا تصميم الخزان، بس ناقص لنا حاجه واحده بس، الجزء بتاع الابليفت. ايه ده بقى هندسه؟ بص، بنقول ان الابليفت ده ببساطه عباره عن ايه؟ لازم نعمل حاجه اسمها فاكتور اوف سيفتي. ايه بقى؟ وزن على المتر المربع على الابليفت اقل من او يساوي اكبر من او يساوي 1.5، معلش مش اقل من، هي اكبر من او يساوي، هي اكبر من او يساوي. ايه بقى ده هندسه؟ بص ببساطه قوي، لو احنا رحنا على الخزان بتاعنا، الخزان ده موجود ميه جوفيه، الميه الجوفيه ده عايزه تعمل ايه؟ عايزه تعوم الخزان، تطلعه لفوق، فبتاثر بضغط عليه من تحت عباره عن جاما ووتر في اتش ووتر. جاما ووتر في اتش ووتر، يبقى الابليفت اللي هي اليو اللي تحت عباره عن ايه؟ جاما ووتر اللي هي كثافه الميه في الاتش ووتر، ارتفاع الجزء المدفون من الخزان في الميه الجوفيه اللي هي هنا ب 2 متر، اللي هي 10 في 2 ب 20. جميل. طب الوزن، هي مشكلتك دي تحصل امتى؟ عمرها ما تحصل والخزان مليان، لان والخزان مليان ما هو جواه ميه، ارتفاع الميه فيه 3 متر اكبر اصلا من ارتفاع الميه الجوفيه، فهو عمرها ما تحصل. ليه؟ امال مشكلتي دي تحصل امتى؟ مرحله الصيانه. ليه؟ لان في مرحله الصيانه مش موجود غير الوزن بتاع مين بس؟ وزن الحوائط والارضيه فقط، وزن الحوائط والارضيه فقط. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحسب وزن الحوائط والارضيه واقسمه على مساحه الخزان كله، اجيب الدبليو على المتر المربع، اقسمه على الابليفت بتاعتك اللي هو عباره عن جاما ووتر في اتش ووتر، واتاكد ان النسبه دي اكبر من او تساوي 1.5. تاني اهو، اكبر من او تساوي 1.5، مش اقل من او تساوي، اكبر من او تساوي 1.5. جميل هندسه. يبقى انا دلوقتي مبدئيا انا اروح احسب الوزن عباره عن ايه؟ اون ويت اوف فلور زائد اون ويت اوف وول. فانا هعمل ايه؟ انا هفترض ان الارضيه بتاعتي كل ارتفاعها 4 من 10، بعد كده الجزء اللي ارتفاعه 2 من 10 ده اطرحه، هم اقول له ايه؟ الكثافه في الحجم. الحجم بتاعتك عباره عن ايه؟ مساحه الارضيه مضروبه في الارتفاع. مساحه الارضيه عباره عن دايره، دايره نص قطرها 10.6، يبقى باي في 10.6 تربيع في 4 من 10، كده اعتبرت ان الارتفاع كله 4 من 10. بعد كده الجزء اللي جوه ارتفاعه 2 من 10، والجزء بتاعك الارتفاع اللي ارتفاع 4 من 10 ده طوله 3، يبقى 3 ناقص 10 و10 6 من 10 ناقص 3 يبقى 7.6، يبقى ناقص باي في 7.6 تربيع في 2 من 10، كده انت جبت وزن الارضيه. طب وزن الحيطه، الكثافه بتاعتك عباره عن 25 في محيط الارضيه او محيط الحيطه في المساحه بتاعت مقطعها، مساحه مقطعها عباره عن 2 من 10 في 3 ارتفاع، والمحيط بتاعك باي في الدي، يبقى باي في 20 في 2 من 10 في 3، يبقى الوزن الكلي 3564. لو انت رحت قسمته على المساحه بتاعتك اللي هي باي في 10.6 تربيع، تلاقي دبليو على المتر المربع بكام؟ ب 10، والابليفت 10 في 2 ب 20، يبقى 10 على 20.5، اقل من 1.5. ده انت عايزه اكبر من او يساوي 1.5، يبقى سيف ولا انسيف؟ انسيف. معنى كده ان لو انا عملت الخزان ده في مرحله الصيانه، الميه هترفعه لي لفوق كده وهلاقي طفى على وش الميه. طب وبعدين هندسه؟ ايه الحلول بتاعتك بقى؟ بص، اول حل كده لو انا بفكر مبدئيا ارفع منسوب الخزان في التنفيذ. ازاي هندسه؟ اخليه اخد الدبليو واضربه في 1.5 واقسمه على 1.5، يبقى كام؟ لو انا خدت الدبليو اللي هو 10 على 1.5 يبقى ب6. 6 ده لو انا خدته قسمته على كثافه الميه يبقى 6 من 10، يبقى ارفع الخزان كام؟ متر 40. ارفع المنسوب الخزان متر 40، ودي معنى كده هتخلي ايه اللي حاصل؟ هتلاقي ان الحمام السباحه بتاعك ده يطلع فوق منسوب الارض الطبيعيه متر 40. ودي على فكره حاله منتشره، لو الناس راحت حمام السباحه بتاع
بتاع النادي هنا في طنطا، هتلاقي ان ده فعلا موجود، ان الناس لما بتروح حمام السباحه بتاعنا هنا في طنطا بتطلع 3 4 درجات بسبب دي، بسبب دي فعليا رفعوا من الخزان متر وشويه كده عشان الحركه دي، لان المياه الجوفيه كانت عاليه فكانت هترفع الخزان في مرحله الصيانه، فقال لك خلاص هنرفعه فوق الارض متر 40 بحيث انه يسيف. ادي حل. طب في حل تاني؟ مش الخزان بتاعي ده انا احط تحته فرش عاديه، خرسانه عاديه، احط شير كونكتورز كده بينهم وبين بعض بحيث ان انا ادخل وزن العاديه معايا ويشتغل معايا. ادي حل. طب في حل تاني؟ في خلال مرحله الصيانه ممكن اعمل حل تالت، ان انا اضيف وزن وانا بعمل الصيانه، احط شكاير رمل وانا بطلع المايه الاول، قبل ما اطلع المايه وانا في خلال وانا بطلع المايه دي ابقى حاطط رمل بحيث ان الرمل ده يجيب لي وزن يكافئ الزياده اللي انا عايزها، اللي هي تقريبا كام؟ 20 كيلو نيوتن، يبقى 20 و10 على 20 يبقى تقريبا حققت 1.5. يبقى الحل الاول ان انا ازود الفاونديشن ليفل، ارفع الخزان ده منسوبه فوق الارض متر 40، ادي حل. ان انا ازود السمك بتاع الارضيه، سمك الحائط، بحيث ان انا عادل الوزن، وده مش اقتصادي بصراحه. ان انا استخدم شير كونكتور عشان اشغل وزن البلان كونكريت معانا. ان انا استخدم كونسنتريتد لود في خلال مرحله الصيانه عباره عن 20 كيلو نيوتن على المتر المربع. اتمنى الموضوع يكون مفيد، ولو حد عنده اسئله برضو ممكن نجمعها واجاوب عليها برضو زي ما بنقول كل مره. طبعا زي ما قلت في الاول، ده اخر سيكشن ان شاء الله ليا معاكم، فاتمنى يعني محدش يكون زعلان مني في حاجه، واتمنى التوفيق لكل الناس، وان شاء الله ان شاء الله رب العالمين الازمه تعدي على خير، واحنا في شهر مبارك باذن الله، رمضان مبارك على كل الناس، وان شاء الله الناس تتخرج كلها على خير وما يكونش في مشاكل، واتمنى التوفيق لكل الناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.